تفاصيل وسبب وفاة أصغر حاج مصري في مكة المكرمة. بعد ما أهله نشروا صورته على السوشيال ميديا بملابس الإحرام، أخدوا عزاه وهو عنده 3 سنين. الحزن والصدمة ملوا قلوب قرية الخادمية بكفر الشيخ بعد ما وصل لهم خبر وفاة الطفل يحيى. كانوا مستنيينه يرجع لهم وهو أصغر حاجة عشان يحتفلوا بيه. كان بيستعد لأداء فريضة الحج مع والده ووالدته الطفل يحيى محمد رمضان أبو جلاجل، عنده 3 سنين. والده بيشتغل في السعودية، وبعد ما عمل العمرة مع أسرته نزلت والدته صورته بملابس الإحرام على السوشيال ميديا. ومن هنا كانت المفاجأة، بعد ما نزلت والدته صورته كانت جميلة جدا ونالت إعجاب ناس كتير. لكن بعدها على طول وأثناء ما كان يحيى بيلعب مع أخواته على سطح البيت، وقع من فوق السطح وتوفى بعد ما نقلوه للمستشفى وأقيمت صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة وربنا يصبر أهله.